أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز السفر للمعلمات التدريس بدون محرم علما بأنهن مجموعة معلمات والمسافة أقل من 100 كيلو؟ نعم، تقول هل يجوز السفر للمعلمات التدريس بدون محرم علما بأنهن مجموعة معلمات وعلما بأن المسافة أقل من 100 كيلو؟ الحديث عامة، قل صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية مسيرة يوم وليلة، في رواية مسيرة يومين، في رواية مسيرة 3 أيام، يعني للراحلة، وفي رواية مطلقة بدون تحديد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وأقل مسافة حددها العلماء 80 كيلو، 80 كيلو، وهي مسيرة اليومين للراحلة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر 80 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم. والجماعة من النساء لا تغني عن المحرم، النساء نساء مهما محرم، فلا بد من محرم يكون معها محرم من أقاربها الذين تحرم عليهم بنسب أو رضاع أو إصهار بسبب مباح تحرم عليه تحريما مؤبدا، ويكون المحرم عاقلا بالغا، لا بد من هذا. والمعلمة وغيرها سواء، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني المعلمة بل عمم وقال: لا يحل لامرأة، هذا عام، تؤمن بالله واليوم الآخر، معلمة وغيرها. إذا كان ما عندها محرم يروح معها للعمل تترك العمل، الحج إذا كان ما معها محرم، الحج إلى بيت الله فريضة الإسلام، إذا كان ما معها محرم لا تحج حتى تجد المحرم، إذا كان الحج لا يجوز إلا بمحرم فالتدريس من باب أولى، أو تطلب النقل إلى البلد اللي فيه. المهم أنها ما تخالف حكم الشرع وتخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول أنا مدرسة، تدريس ما هو ضروري. نعم.